إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. النهاردة إحنا هنشرح إزاي إن الانزلاق الغضروفي بيجف لوحده، بيضمر لوحده من تلقاء نفسه، وإزاي الجسم نفسه بيعمل يعني بيستأصل الغضروف بدون جراحة. إزاي جسمنا إحنا طول عمرنا بنقول إن الغضروف بيجف يا جماعه، وممكن يفضل فتره في اشعه الرنين، لكن في الاحدث كمان ان هو بعد ما يجف الجسم بيبتدي يبعت له حاجات تاكله لغايه لما يضمر. يبقى انت عملت جراحه بدون جراحه، وبالعكس دي افضل بكتير من الجراحه. وهنسال ليه؟ لان انت لو عملته بجراحه هيرجع تاني، لكن لو الجسم هو اللي شال الغضروف، الغضروف ان شاء الله مش هيرجع تاني. هنبتدي علشان نعرف ازاي ده، لازم نفهم الغضروف او الديسك بيتكون ازاي. دي بالنسبة لنا دي فقرة وده غضروف، ودي فقرة وده غضروف، ودي فقرة وده غضروف، وده الغضروف هنشيله من وسط العمود الفقري علشان نشرح لك بالظبط هو الغضروف بيتكون من ايه. الغضروف بيتكون من حلقة خارجية، ومن جوه في نواة زي الجيلي، دي عاملة زي الجيلي بتاع الأطفال اللي بياكلوه الأطفال، وحواليه الايه الغلاف اللي هو زي ما احنا شايفين الغلاف ده كذا طبقه، ادي طبقه وطبقه تانية وطبقه تالتة وطبقه رابعه، غلاف قوي جدا 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 عشان يمنع الجيلي اللي جوه او النواه اللي جوه انها تنزلق الى الخارج، لانها لو طلعت بره هنشوف دلوقتي هي هتعمل ايه، هتعمل وجع، لكن مش حاجه خطيره ابدا انها ترجع بره وان هي تطلع بره. وهنشوف دلوقتي مكونات الغلاف ده اللي بيحاول يمنع الجيلي او النواه دي ان هي تخرج بره. فيبتدي بالنسبه لنا الغلاف الخارجي، خد عامل زي الدوناتس، عارفين الدوناتس لما يكون محشيه شوكولاته او حاجه زي كده، يبقى احنا بالنسبه لنا الدوناتس اللي احنا شفناها دي الدوناتس، او اللي احنا بنقول عليها الكيكه، لما تدوس عليها وهي محشية يبتدي يخرج الجيلي اللي جواها، وده اللي احنا بنقول عليه زي الانزلاق الغضروفي بالظبط، زي ما شرحنا انبوبة معجون السنان تدوس عليها يطلع معجون السنان. يبقى ده الغضروف اهو، كبرناه اكتر، من جوه في النواة بتاعته تمام، ومن بره في العصب تمام، ده اللي بيوجعك مش ده اللي بيوجعك، ده اللي بيوجعك. والغلاف دوت موجود حوالين الغضروف كذا طبقة، والطبقات دي متشعبة مع بعض ومتداخلة مع بعض علشان تمنع الانزلاق بتاع النواة ده ان هو يخرج بره، عشان العصب ده هو اللي ممكن يلتهب. العصب ده هو اللي بيعمل عرق النسا اللي في رجلك، يعني العصب ده لما يجي لك التهاب عرق النسا تعرف ان عندك غضروف على طول. يبقى احنا دلوقتي ده الغضروف السليم، وده العصب بتاع عرق النسا السليم، والجزء ده هو قناة النخاع الشوكي. يبقى لما حد يقول لك عندك انزلاق غضروفي، هو نفسه دي قناة النخاع الشوكي، عشان اللي بره اللي جوه خرج بره، هو نفسه التهاب في عرق النسا، مش ثلاث أمراض يا جماعة، كلهم مرض واحد. دلوقتي هنبتدي نشوف الغلاف الخارجي، بصوا سبحان الله الغلاف الخارجي عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، شبكة شبكة، حاجة جوه حاجة جوه حاجة جوه حاجة، علشان تمنع الجيلي اللي جوه ان هو يخرج بره علشان ما يعملش التهاب للعصب. يبقى احنا دلوقتي لما هيبتدي الغلاف ده، بصوا يتشقق ازاي ويبتدي يتآكل تمام، ويبتدي يضعف، يبتدي الجيلي واحد بقى دلوقتي على طول يقول لك طب امنعه ازاي، امنعه ازاي انه يتآكل، امنعه ازاي انه مش عارف ايه. انت كل ما بتكبر في السن هو بيتآكل، ممكن تبقى شاب وظريف ولطيف لكن بتبذل مجهود، شايف الغضروف عايز يخرج من الحته دي، فاهم قصدي ازاي؟ فممكن يبقى انت شاب وعندك 15 سنه ولا 16 سنه وبتعمل مجهود غلط. ايه هو المجهود الصح يا دكتور؟ انت شوف ايه اللي بيتعب ظهرك وما تعملوش، ما فيش حاجه اسمها المجهود الغلط بتاع ده زي المجهود الغلط بتاع ده زي المجهود الغلط، كل انسان وليه المجهود الغلط بتاعه او الخط الاحمر اللي ما يعدهوش، فدي حاجه الدكتور مش هيقدر يقولها لك. تمام. يبقى احنا دلوقتي لما يحصل التشقق، بصوا اللي بيحصل، بصوا اللي بيحصل، ابتدى الجيلي يخرج لبره، الجيلي خرج لبره صح كده. نيجي بقى هنا لنقطة مهمة جدا، حضرتك لو شلت الجيلي ده
بعملية جراحية في جوه هنا في خرم، في فتحة حصلت هتطلع لك الجيلي التاني تاني بره، يبقى اسمه غضروف مرتجع. يبقى انت لما تروح تعمل عملية جراحية وتشيل ده، طب ما الخرم موجود هيطلع لك واحد تاني، وكل مريض يقول لك الله ما انا شلت الغضروف، رجع منين؟ يا حبيبي الغضروف اهو، انت ازاي تشيل الغضروف؟ تمام؟ فادي الايه الجيلي اللي طلع من جوه، ده اللي بيتشال بالعمليه الجراحيه، والخرم موجود يطلع غيره، يحصل لك غضروف مرتجع ويحصل كمان تليفات. طيب طلع، يبقى احنا هنعمل ايه؟ عايزين ده يضمر وينشف ويقفل الخرم اللي وراه. العمليه الجراحيه هتشيل ده لكن مش هتقفل الخرم اللي وراه، اول ما تعمل مجهود يقوم يخرج غيره، يخرج يقول لك الغضروف رجع له تاني. طيب الجزء اللي خرج ده جنبيه العصب اهو، اللي احنا قلنا العصب ده بقى اللي بيوجعك، اللي يعمل لك تنميل وشكشكه وحرقان ونقح وبروده وسخونه في رجلك وفي دراعك، لو هو غضروف في الرقبه، لو ده غضروف في الرقبه يبقى ده العصب بتاع الدراع، لو ده غضروف في الفقرات القطنيه يبقى ده العصب بتاع الرجل. تمام؟ نبتدي اهو، طلع لقى ايه جنبه؟ ها ها العصب اهو اهو. بصوا بقى المسافه دي اسمها قناه النخاع الشوكي. فلما يجي دكتور يقول لك الله ده انت عندك ضيق في قناه النخاع الشوكي، يبقى هو انزلاق غضروفي برضه. يا ده انت عندك انزلاق غضروفي اهو، مش ده انزلاق خرج، ما هو عمل ضيق في قناه النخاع الشوكي. طب ما هو ده عرق النسا، ده عصب عرق النسا، هم نفس الحكايه، غضروف انزلق عمل ضيق في قناه النخاع الشوكي وعمل التهاب في عرق النسا. دول مش ثلاث امراض، دول مرض واحد، غضروف طلع لمس العصب ببساطه شديده. لما بيطلع الغضروف زي ما انتم شايفين هتبص تلاقيه ابتدى يلمس العصب ويعمل الالتهاب اللي لونه احمر ده. طيب احنا دلوقتي الغضروف لمس العصب، العصب ده التهب كويس، لو انا شلت ده بجراحه العصب هيرتاح شويه ويطلع غيره من جوه، يبقى اسمه غضروف مرتجع. عشان كده سمعه عمليه الغضروف سمعتها وحشه، يقول لك كل ما بشيله بيطلع تاني، كل ما بشيله بيطلع تاني. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل للعصب ده حقن وتردد حراري عشان نعالجه، واسيب ده جنبه لغايه لما هيجف لوحده والجسم هيبتدي ياكله فهيضمر، يبقى ده هيجف لوحده. تمام؟ ما تقوليش بقى ايه طب ما انا لما اعالج العصب الغضروف هيذبح، مش عارف ينشف ويذبح العصب، لما اعالج العصب بالحقن والتردد الحراري اصل الغضروف ده مش عارف هيعمل ايه في العصب ويقطعه ويعمل له الكلام الفارغ ده، ده ما ينفعش خالص. او نقول الغضروف ده هيعمل شلل في العصب، يعني ايه هيعمل شلل؟ ما هو لمس وخلاص وعمل وجع وعمل التهاب، ايه اللي هيخليه يعمل شلل؟ لو هيعمل شلل هيعمل شلل من الاول، لكن كل ما يوجعك ويعمل التهاب في العصب معناه ان هو مش هيعمل شلل ولا حاجه، معناه ان هو يا دوب عمل التهاب في العصب. يبقى احنا نعالج ده بالحقن والتردد الحراري، والغضروف ده هيضمر زي ما انا هشرح دلوقتي، هيجف لوحده وبعدين يضمر، يعني يصغر، يعني الجسم هياكله. طيب احنا دلوقتي عندنا المريض فهم الكلام اللي احنا بنقوله، مريض عاقل ما بينزعجش، مش اول ما يجيله الالم يجري ارحموني اقطعوا لي رجلي موتوني اعملوني. المريض ده خلاص فهم القصه دي، ان هو طلع له جزء من الغضروف انزلق ولامس العصب، واحنا عالجنا العصب بالحقن والتردد الحراري او بالعلاج او مع الراحه، لو معهوش فلوس يعمل حقن وتردد حراري يرتاح شويه عشان يمنع الحته دي من ان هي او الانزلاق ده انه يلمس العصب. يقول لك كل ما بقوم يا دكتور الاقي كهربا في رجلي، ما انت بتخلي ده يلمس ده، معكش فلوس ومش عايز تروح للدكاتره، اركز في البيت واقعد هتلاقي الجزء ده ما بقاش يخبط في العصب بعد شويه. طيب احنا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل علشان الغضروف ده يبتدي يقل ويضمر ويتاكل؟ عندنا دلوقتي بمنتهى البساطة الغضروف ده احنا عملنا حقن وتردد حراري للعصب والعصب خف والوجع قل، مش لازم يخف يعني الوجع يروح خالص، لا الوجع قل، فانت المريض بقى كويس وقادر يروح شغله وقادر يتعامل. بس احنا بنقول له لو سمحت خد بالك من نفسك عشان الجزء ده لسه ما جفش ومش عايزينه يلمس العصب تاني. تمام؟ اعمل ايه يا دكتور؟ يعني ما تعملش الحاجات اللي هي تعمل لك الوجع، ده بيفرق من مريض لمريض، ده بيفرق من مريض لمريض، ما اقدرش اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، الحاجات اللي بتوجعك انت ما تعملهاش، لو سمحت ما تعملهاش. يبقى الجزء ده من الغضروف تمام؟
حاول انه ما يلمسش العصب تاني بعد الحقن والتردد عشان ما يرجعش تاني. طيب المريض سمع الكلام، عمل الحقن والتردد، العصب الالم قل، بياخد باله من نفسه، بيحافظ على نفسه، الجزء ده ابتدى يجف. يجف يعني ما بيطلعلوش واحد من جوه تاني يزود حجمه، لان انت لو بتعمل مجهود حتى بعد الحقن والتردد الحراري هيطلع لك جزء من ايه، من جوه. تمام. ودينا فهمنا ان الواحد يقول لك لا انا هعمل جراحه واخلص، اصل انا لما اقول له هعمل لك حقن وتردد حراري وبعد الحقن والتردد الحراري تحافظ على نفسك عشان الغضروف ده ما يلمسش العصب، يقول لك لا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا دكتور، ده انا بعمل، ده انا عايز اتعالج علشان اقوم العب كوره، ده انا بتعالج علشان اروح شغلي، ده انا بتعالج عشان اهد الدنيا. فيقوم رايح لجراح يقول له انا هشيل لك الغضروف وهترجع زي الفل. يقوم يقول لك لا انا هروح بقى للجراح، هو الجراحه هتجيب من الاخر، الجراحه حل نهائي. يقوم هو يشيل الغضروف ده الجراح ويسيب الخرم اللي ورا او الفتحه اللي ورا، اول ما تقوم تتحرك ممكن بقى الجزء اللي يخرج ده اللي يخرج من جوه لبره مره تانية يبقى اسمه غضروف مرتجع. ما انت لما تشيل ده بجراحه يرجع لك واحد تاني من جوه، ممكن يرجع لك بعد شهر، ممكن يرجع لك بعد سنة، ممكن يرجع لك بعد 10 سنين، انت ونصيبك، دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما تفكرش ان الجراحة حل نهائي، ان انا هشيل ده لكن اعالج العصب واسيب الغضروف اللي عامل المشكلة، لا انا هروح اعالج السبب الاساسي، انا هروح اشيل السبب الاساسي. ما انت هتشيله هيرجع تاني، مفيش حاجة اسمها اعالج السبب الاساسي في الغضروف ده خالص. اديك شايف بعينك هتشيل ده هيطلع لك واحد غيره من بره، يبقى انت تعالج العصب وتسيب ده في حاله، الله يهديكو. مفيش حاجه اسمها حل نهائي وانا عايز اخلص من الغضروف والموضوع يختفي والموضوع ينتهي، مفيش حل نهائي. انت لما ده حتى لو الجسم كل الغضروف ده، حتى لو الجسم كله واختفى، ممكن تعمل مجهود تاني يخرج جزء تاني. هتقول لي الله يا دكتور، يعني انا سمعت كلامك، عملت الحقن والتردد وكمان وما عملتش العملية والغضروف ده اتشال والجسم كاله وقفل الخرم ده، يطلع تاني من جوه ليه؟ ما هو يا حبيبي انا هقول لك ان هو كان سليم وانت عملت مجهود خرجته من جوه، فبالتالي لما يخف ويقفل انت ممكن تعمل مجهود يخرجه تاني من جوه، فما فيش حاجة تضمن لك انه ما يرجعش تاني. ما انت كنت سليم وعملت حاجات خرجته، يبقى انت لما ده يخف ويقفل مكانه والجسم ياكله برضه ما تعملش حاجات تانية لانه هيخرج. يعني اذا كان خرج وحصل انزلاق للغضروف السليم، يبقى الغضروف اللي هو خف يعني كان مريض وخف مش هيرجع له تاني؟ اكيد هيرجع له تاني، اذا كان السليم بيرجع له بيجي له. كله بالعقل، الله يهديكم الله يهديكم. هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل. الغضروف ده جف خلاص، العصب اتعمل له حقن وتردد حراري وابتدى الاحمرار يروح، خف خلاص، وادي الغضروف اهو جف. ما دام العصب خف يبقى ده جف، هيبتدي الجسم ياكله، هيبعت، بص 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 بص، هيبعت خلايا اسمها الماكروفاج. تمام. يبقى هنا بعد الخلايا اللي اسمها ماكروفاج، عشان انا جالي ناس كتير قوي عمالين يسالوني عن الماكروفاج، قروا عن الماكروفاج ففاكرينه علاج جديد، فاكرينه طريقه جديده، فاكرينه عملية جراحية، عمالين يقول لك العلاج بالماكروفاج، العلاج بالماكروفاج. الماكروفاج ده اسم الخلايا اللي بتاكل الغضروف بعد ما يجف. تمام؟ ما هوش علاج وما هوش ما يعني الناس اللي بتبحث فاهمة غلط خالص. فما ينفعش إن أنت بتبقى مش طبيب وتقعد تتعمق في الطب من غير ما دكتور يشرح لك أو من غير ما طبيب يشرح لك. يبقى إحنا دلوقتي عندنا المكان اللي هو خرج منه الغضروف. تمام. ابتدت الماكروفاج بعد ما جف عشان حضرتك ما عملتش مجهود، ابتدت الماكروفاج او الخلايا كليته خالص، فبقى انت كده كأنك عملت عملية من غير جراحة. تمام. واحسن من العملية، العملية لما بتشيل الغضروف بتسيب ايه الفتحة دي موجودة، شايفين الجيلي اللي لونه رمادي موجود وراها، يعني انت ممكن تشيل ده بالجراحة تبص تلاقي ايه الجيلي اهو قاعد مستنيك عشان يخرج تاني، قاعد مستنيك عشان يخرج تاني. لكن لما ده كده بعد لو انت عملت جراحه، لكن لما الماكروفاج بتاكله بصوا قفل ازاي، بصوا قفل ازاي، بصوا قفل ازاي. فانت قفل، هو صحيح قفل، لكن خد بالك ان في نقطه ضعف اهي، يعني انت عملت حاجه احسن من الجراحه، عملت الحقن والتردد للعصب عشان الالتهاب اللي بيوجعك،
وسبت الغضروف ما عملتش مجهود لغاية لما يجف، تمام، وكمان الجسم بعت لك الماكروفاج تاكل الغضروف اللي جف، وكمان الجسم قفل المكان اللي ممكن يخرج لك منه غضروف تاني. هل ممكن يخرج الجيلي تاني؟ طبعا. شوف دي نقطة ضعف، اكيد قوتها مش زي دي. انت حضرتك عملت يعني عملت مجهود فتح الحتة الطبيعية دي، فبالتالي لو عملت مجهود تاني هيفتح الحتة دي، ولو عملت عملية وسبت الفتحة هيرجع الغضروف تاني. مفيش حل غير انك تحافظ على نفسك، مفيش حل قبل وانت سليم قبل ده ما يفتح تحافظ على نفسك. اوعى تقول لي حافظ على نفسك ازاي، كل واحد يعرف اللي بيتعبه واللي ما يتعبوش. اوعى ما تشيلش حاجة تقيلة وما توطيش، ده كلام عام، لكن كل واحد ليه الحاجات الخاصة. يبقى قبل ما الغضروف يخرج حافظ على المكان ده انه ما يخرجلكش انزلاق غضروفي. بعد ما ربنا يكرمك والانزلاق الغضروفي تعمل الحقن والتردد والجسم ياكل ويقفل، ارجوك برضو ما تعملش مجهود عشان ده ما يخرجش تاني من مكانه. تمام. نيجي بقى لمشكلة تانية بتحصل بعد جراحة الغضروف. احنا شرحنا ان الغضروف لما انت بتشيله، تمام، بيبتدي يطلع مكانه الغضروف التاني او يطلع من جوه جزء من الجيلي. لكن عندنا حاجة تانية لازم تحصل. ايه هو؟ هنا كان في غضروف اتشال بعملية، العملية الجراحية قد تكون فتح، قد تكون عملية جراحية بالناطور او بالمنظار، اسمها عملية جراحية، قد تكون عملية جراحية بالشفط للغضروف وتبخير الغضروف او التدخل المحدود، اسمها عملية جراحية. اي حاجة هتشيل الغضروف يبقى اسمها عملية جراحية. ما تقوليش اصلها بالمنظار، اصل ما فتحناش العضلات، اصل ما عملناش. ما دام ده اتشال يبقى دي اسمها عملية جراحية. لما ده بيتشال اهو، قناة النخاع الشوكي اهي وسعت والمريض مبسوط والعصب جميل والجزء اتشال، طبعا هيفضل مبسوط لغاية لما يحصل غضروف مرتجع، لغاية لما الفتحة اللي هنا تطلع غضروف تاني. لكن حتى قبل ما الغضروف يرجع تاني نبص نلاقي المكان ده، بص هيحصل فيه ايه، هيتملي تليفات. يعني بعد ما كان مليان هنا غضروف وانت شلته بجراحة، يجي مكان الغضروف تليفات تضغط تاني على العصب. يا نهار ابيض، طب انا شلت الغضروف ده ليه؟ انا شلت الغضروف ليه؟ ما كنت عالجت العصب ده بالحقن والتردد الحراري وصبرت. الصبر الصبر الصبر. لكن استعجل واشيل الجزء ده بالمنظار ولا اشيله باي حاجة، يقوم طالع لي جزء تاني من جوه، او يحصل تليفات زي اللي هتشوفوها دلوقتي. وفي فيديو احنا ازاي بنسلك التليفات بالقسطرة موجود قبل الفيديو دوت. تمام. يبقى ادي التليفات، بص التليفات هتقفل المكان هنا، هتقفله خالص. بص التليفات، بص التليفات، بص التليفات، بص التليفات، بص التليفات، قفلت السكة، ما انا كنت سبته ويظهر لي بقى التليفات في الرانيا.